قدم وفد من المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برنامجا إرشاديا بالتعاون مع نقابة الأطباء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية. يأتي ذلك ضمن جهود المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم المعنوي والنفسي للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا. وبهذه المناسبة عبر السيد لؤي المجد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري عن شكر وتقدير القيادة والشعب السوري لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على مبادرته ومواقفه الإنسانية مع الشعب السوري خلال الأزمة الإنسانية التي يمرون بها جراء الزلزال، مشيدا بجهود الوفد البحريني واستعدادهم للتعاون لتكثيف البرامج في الفترة المقبلة في مناطق أخرى متضررة من الزلزال.